اهلا وسهلا. دحين حوريكم على حل جدا سريع اللي هو البريتزل المغطى بالشوكولاته والملح البحري. هنحتاج كوب بريتزل، ربع كوب شوكولاته دايبه، ورشه بسيطه من الملح البحري. هنغمس نص البريتزل في الشوكولاته ونرصهم في الصينيه ونرش عليهم من الملح البحري. هندخلهم الفريزر حوالي 10 دقائق الى ما تمسك الشوكولاته معانا، وحنقدمهم. Mmm.